اهلا بكم في حلقه جديده من الاجنده. اليوم هو الرابع عشر من شهر يوليو للعام 2018. منذ العام 2015 برز الحديث عن مشروع سعودي كبير له علاقه باليمن. يصفه السعوديون بمشروع القرن. مشروع القناه البحريه التي يريدون شقها من بحر العرب في المكلا الى منطقه العديد في الخليج العربي. قناه بطول 950 كيلو متر منها 320 كيلو متر تقريبا في الاراضي اليمنيه. وبكلفه المشروع هذا يقدر بحوالي 80 مليار دولار، 80 مليار دولار. الهدف من شق هذه القناه هو الاستغناء عن مضيق هرمز الذي يقع تحت التهديد الايراني الدائم، مما يعني تحرير خطوط الملاحه الخليجيه. أو السعودية تحديدا من الهيمنة الإيرانية عن الأبعاد المختلفة لهذا الموضوع وعن مشكلة مضيق هرمز وعن الحرب المتوقع نشوبها في المنطقة والتبعات الاقتصادية والعسكرية المتوقعة نتيجة الحصار حصار الصادرات الإيرانية من الطاقة سيكون حديثنا لهذه الليلة كونوا معنا مضيق هرمز هو ممر بحري ضيق يقع بين الامارات وايران يعني شمالا او شرقا ويبلغ يبلغ عرضه في اضيق النقاط حوالي 32 او 34 بالاصح 34 كيلومتر هذا في اضيق نقطه بين الامارات وبين ايران وابعد نقطه في هذا المضيق قرابه 50 كيلومتر لكن طبعا هذه المسافات ليست كلها صالحة لمرور السفن يعني السفن الكبيرة لأنها في معظمها غير هذه المساحة في معظمها قاعها غير عميق والمساحة الحقيقية الصالحة للعبور لعبور السفن الكبيرة في هذا المضيق حوالي عشرة كيلومتر فقط اللي عمقها يعني يسمح بمرور السفن الكبيره هذا المضيق اللي اسمه مضيق هرمز ينسب إلى مملكة هرمز التي أسسها أحد العرب في المناطق الساحلية المطلة على الخليج العربي من إيران وغير إيران وتقول المصادر أن مؤسس هذه المملكة واسمه الملك محمد يقول أو تقول هذه المصادر أنه جاء من عمان وهناك مصادر أخرى تقول أنه يمني وقد اختفت هذه المملكه في القرن السابع عشر الميلادي. المضيق بالطبع واقع تحت تهديد الصواريخ والقطع البحريه الايرانيه. وبامكانها ان تغلق هذا المضيق جزئيا او كليا في اي وقت بحسب حاجه ايران. والدول المطله عليه ايضا تستطيع ان تغلق اذا شاءت. وهو ما يشكل مصدر قلق دائم لدول الخليج من ناحيه وللدول المستوردة للنفط الخليجي والغاز الخليجي من ناحية أخرى لأن معظم هذه الدول المستوردة للطاقة الخليجية هي دول أسيوية مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان الطرفين المصدر والمستورد سيتضرران من إغلاق مضيق هرمز سواء أكان إغلاق جزئي أو إغلاق كلي لأن الإغلاق الجزئي بيزود عليهم كلفة التأمين على السفن ومن ثم كلفة النقل والاغلاق الكلي سيمثل كارثه لمعظم دول الخليج لانه يمثل المنفذ الاساس لصادراتها ووارداتها. وهذا ما دفع العقل السعودي من وقت طويل للتفكير في حلول بديله في ممر ممر بديل، ممر بحري بديل وامن للسفن السعوديه والسفن الخليجيه. وتوصلوا الى فكره شق قناه بحريه طويله من بحر العرب عندنا احنا في الاراضي اليمنيه مرورا بصحراء الربع الخالي وصولا الى خليج العرب عند منطقه العديد جنوب قطر يبلغ طول هذه القناه كما ذكرت كما ذكرت المصادر حوالي 950 كيلو متر الطول العرض قالوا حوالي 150 متر عرض القناه كما قلنا حوالي 320 كيلو من هذه من هذا الطول يقع في الاراضي اليمنيه ويخطط السعوديون يعني المؤسسات السعوديه المختصه تخطط لانشاء مشاريع كبيره على شواطئ هذه القناه في الربع الخالي هم ناويين يسووا عشر بحيرات تتشكل حول هذه القناه يعني تتفرع العشر بحيرات داخل يعني صحراء الربع الخالي على هذه البحيرات يعني بيخططوا لانشاء محطات نوويه للطاقه السلميه يعني النوويه ومدن سياحيه ومدن صناعيه وغيره هذه المدن وهذه المشاريع ستضيف للخزينه السعوديه او بالاصح للخزينه الامريكيه عيال المحظوظه ستضيف الكثير من المال هذا ما يخطط له السعوديون من وراء هذه القناه ينوون شكها أو يفكرون في شكها، وربما اتفق معهم الإماراتيون في ذلك لأن الإمارات أيضاً بحاجة ماسة لهذا المنفذ. وقبل أن تحدث الأزمة السعودية الإماراتية مع قطر، كان السعوديون يتحدثون عن قناة سعودية تخدم كل دول الخليج المعتمدة في صادراتها ووارداتها على مضيق هرمز. إحنا بنتساءل يا ترى أين نحن اليمنيين من هذا المشروع؟ ما موقفنا منه؟ ما الذي سنجنيه في حال إذا تحقق؟ وما هي تبعاته المختلفة على اليمن يعني في مستوياتها كلها يعني على المستوى السياسي، المستوى الاقتصادي، على المستوى البيئي أيضاً؟ لأن مشروع مثل هذا لابد أن يكون له تبعات على المستويات المختلفة، على المستويات السياسية والاقتصادية والبيئية. وقبل ذلك ما هي السيناريوهات المحتملة لإغلاق مضيق هرمز على المدى القريب؟ في ظل التصعيد الأخير من قبل أمريكا تجاه إيران الآن بيضيقوا على إيران في وارداتها وفي صادراتها بالأصح في صادراتها للنفط تضيق سيؤدي في نهاية المطاف يعني ربما إلى حرب أين نحن كيمنيين من هذا كله؟ على المستوى الرسمي ليس هناك أي حديث يمني عن مشروع قناة سلمان كما يسميها السعوديون وهذا أمر منطقي لأن الدولة اليمنية نفسها غائبة طبعا هذا بفضل الكلاب الفئة الضالة على الدولة اليمنية وعلى الإجماع الوطني كذلك لا توجد أي دراسات موثقة عن الموضوع دراسات يعني صادرة عن مؤسسات يمنية معتمدة أو حتى غير معتمدة وطبعا هذا يعقد الامر بالنسبه لنا كمحللين لان المحلل مهما كانت معرفته لا يستطيع ان يقوم مقام الدوله ومؤسساتها في دراسه المسائل من هذا النوع من الناحيه الاستراتيجيه ومعرفه جدواها او مخاطرها ولهذا سنكتفي في هذه في هذه الحلقه باثاره بعض النقاط والاسئله التي ينبغي ان يعني ينبغي على المواطن العادي ان يفكر فيها يعني ينبغي على المواطن اليمني ان يعرف المخاطر السياسية والبيئية المتوقعة من مثل هذا المشروع إلى أي مدى سيشجع هذا المشروع على النزاعات النزاعات الانفصالية مثلا إلى أي مدى سيدفع السعودية والإمارات لتشجيع مثل هذه النزاعات الانفصالية لا أقصد نزعة الانفصال انفصال الجنوب عن الشمال فقط بل نزعات الانفصال داخل الجنوب نفسه أيضاً ما الذي يعنيه دخول التيار البحري إلى الأراضي اليابسة على المستوى البيئي لأنه دخول تيارات مائية إلى اليابسة سيغير من الجو والبيئة ويحصل شيء ما المتوقع الذي ماذا نتوقع عن تجنيه العمالة اليمنية من هذا المشروع يعني الجانب السعودي يقول أنه العمالة اليمنية ستستفيد مليون فرصة عمل ما الذي نقوله نحن هل سيكون لليمن حق فرض الرسوم على الشاحنات التي تمر عبر هذا الممر بحريه كامله؟ هل هي سياده كامله على هذا الممر لليمن ام سياده منقوصه؟ هل سيعزز هذا المشروع من الاستقرار في المنطقه ام سيكون عامل جديد من عوامل الصراع في المستقبل؟ يعني هذه الاسئله وغيرها بحاجه الى اجابه موثقه من قبل الدوله ومؤسسات الدوله الى دراسات في حال في حال قبول هذا المشروع طبعا وهو لن يستغرق اكثر من خمس سنوات يعني في حال بدا العمل لكن المهم في الموضوع الان هو ان هذا المشروع قد يكون احد الدوافع الخفيه للحرب الحاليه يعني الى جانب الدوافع التي ذكرناها من قبل الحرب اللي في اليمن يعني لا يستبعد ان تكون السعوديه والامارات قد اتفقتا على اغراق اليمن مثلا بالحرب والصراع بحيث يتسنى لهما تحقيق اهداف يعني أهداف معينة غير مشروعة يأمنوا جانب معين من البلد ينفذوا فيه مشاريعهم وبقية البلد يخوض في حرب حتى يتمكنوا من السيطرة وتح يعني شروطهم هذا قد يكون وارد كل الدلائل إلى الآن تقول إن, أن أن السعودية أو أن السعودية والإمارات لا يريدان حسم المعركة في اليمن لصالح الشرعية وكل الدلائل تقول أنهما يستخدمان الشرعية مجرد غطاء قانوني لتنفيذ أهدافهم ويستخدمون الحوثي ذريعة لإنهاك اليمن وتدميره وقتل أكبر شريحة من شبابه حتى يظل البلد معاق لسنوات قادمة ومحتاج للمساعدة ومن ثم يكون طيِّع مرن يقبل أي اتفاقات أو مشاريع استراتيجية بأقل كلفة ممكنة لصالح الطرف السعودي والإماراتي هذا ما نتوقع او نشك فيه اذا كان في ظل هذه المماطله في في حسم المعركه وفي ظل هذه الخيانات التي نتلقاها نحن كيمنيين من قبل الجيران من الناحيه المبدئيه مثل هذه المشاريع ينبغي ان يرحب بها مبدئيا يعني لماذا لانها ستخدم التنميه في البلد اذا اذا كانت يعني بشرط ان تتم الاتفاقات في ظروف سياسيه طبيعيه ظروف سياسيه طبيعية يكون فيها طرفاء الاتفاق متكافئا في السيادة وفي حرية القرار اليمن وغيرها، لكن في ظل الظروف التي تمر بها اليمن اليوم، وستظل آثارها قائما لعقد أو اثنين بعد الحرب، وفي ظل العلاقة غير المتكافئة وغير المحترمة بين اليمن وكل من النظامين السعودي والإماراتي. يعني في ظل هذه الظروف لابد ان تكون العيون مفتحه ولابد ان نشك في كل ما تقوم به هاتان الدولتان في اليمن ابتداء من تهميش الشرعيه وانشاء الاحزمه الامنيه والميليشيات غير الحكوميه مرورا بالسجون السريه التابعه للامارات في اليمن ومسلسل اغتيال الشرفاء والقاده الميدانيين وانتهاء بالتضييق على المغتربين في السعوديه كل هذا وغيره ينبغي ان يدفعنا في اليمن الى التفكير في اعاده النظر في جدوى التحالف العربي برمته والبحث عن بدائل اخرى لانقاذ اليمن من جريمه الانقلاب ومن ومخاطر المشروع الامامي على مستقبلها، نحن الان نخوض حرب ضد يعني عدوين في حقيقه الامر، العدو الداخلي ممثلا في الانقلاب والعدو الخارجي ممثلا في الامارات والسعوديه واطماعهما وخياناتهما للشرعيه اليمنيه وال المجتمع اليمني. طبعا مشروع كبير مثل مشروع قناه سلمان اللي بيسموها لكي يتحقق يحتاج الى مفاوضات ودراسات ميدانيه وموازنات ويحتاج الى وقت طويل في كل الاحوال وهنا تكمن مشكله السعوديه والامارات في الوقت الراهن لانه هاتان الدولتان قد تتورطان قريبا في حرب تقودها امريكا ضد ايران، حرب ستندلع شرارتها ربما من في مضيق هرمز على الارجح، عندما تكرر ايران الرد على العقوبات الامريكيه التي فرضتها وتفرضها على النفط الايراني. ايران ستواجه في الاسابيع والاشهر القادمه ازمه ماليه كبيره بعد ان اوعزت امريكا الى حلفاء ايران في إلى حلفاء أمريكا في شرق آسيا أو عزت إليهم بقطع واردات من إيران النفطية حلفاء أمريكا المقصود بهم اليابان والهند وكوريا الجنوبية أو عزت إليهم بتخفيض وارداتهم من النفط الإيراني إلى درجة الصفر في شهر نوفمبر المقبل يعني بعد خمسة أشهر من الآن وبدأوا بعضهم بدأ بالفعل يعني في تخفيض هذه الواردات ومن المتوقع أن يلتزم الحلفاء بذلك ولو نسبيا كذلك الشركات الاوروبيه التي تستورد النفط الايراني ستضطر الى تخفيض وارداتها من النفط الايراني حتى لا تتعرض لعقوبات امريكيه لان يعني البنوك الامريكيه ابلغت الشركات الاوروبيه انها لن تستطيع توفير خط الائتمان. وهذا خط الائتمان هو الذي يسمح بايداع الاموال لشراء النفط يدعى الأموال في البنوك لشراء النفط هذا ما سيحدث خلال الخمسة الأشهر القادمة ولتعويض النقص الذي سيحدث في, في, في طلب العالمي من النفط لتعويض هذا النقص طلبت أمريكا من السعودية والإمارات زيادة إنتاجهما من, من النفط وقد وافقت هذه الأخيرتان وافقتا على, ال على هذا الطلب والمفارقة السيئه بالنسبه لايران ان مفاوضات اوبك الاخيره التي سمحت بزياده انتاج النفط بدون سقف محدد هذه المفاوضات ستصب نتائج نتائجها في مصلحه حليفها الروسي حليف ايران الروسي لانه بحاجه للفلوس بحاجه لمال النفط يعني هو سيزيد من انتاج للنفط ومن ثم ستزيد دخلا من من العمله الصعبه مما يعني أن الروس سيخذلون إيران في معركة النفط هذه يعني كان المعول أن روسيا توقف معهم روسيا لن تقف معهم لأنهم محتاجين للعملة الصعبة يعني إيران ستجد نفسها أمام خيار من اثنين إما الصبر وانتظار الثورة الشعبية التي ستطيح من نظام داخل إيران لأنه يعني في انهيار عملة الآن وفي تردي للأوضاع الاقتصادية وسيحدث يعني كارثة وإما إما الهروب إلى الحرب. الهروب إنقاذ النظام من خلال الدخول في حرب مع السعودية وأمريكا في الخليج. وهذا الخيار الأخير هو الذي يبدو راجحا يعني، هو الذي أشارت إليه تصريحات الرئيس الإيراني روحاني في سويسرا. وتصريحات قائد الحرس الثوري وقائد فيلق القدس، الكل هددوا جميعا بتعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز إذا تضررت إيران، قالوا يا يمشي النفط حق الجميع يا نغلق لن يمر احد. طبعا اغلاق مضيق هرمز امام الملاحه البحريه يعني جميع الدول المطله على الخليج يعني سيصيبها الضرر لانه 90% من نفط هذه الدول يمر من مضيق هرمز. قطر، الكويت، البحرين، الامارات. هذه الدول هي اكثر المتضررين من شوب هذه الحرب ان وقعت. السعوديه يعني سيلحقها الضرر كثيرا لكن ليس مثل الاخرين لانه لديها خط تسطير للطاقه بديل يمر من مناطق النفط النفط والغاز الموجوده في الشرق شرق السعوديه يمر الى مدينه ينبع المطله على البحر الاحمر في الغرب على البحر الاحمر لعل هذا المتنفس سيكون واحدا من عوامل دعم القرار دعم السعوديه لقرار الحرب ضد ايران يمكن ولعل هذه المخاوف هي التي دفعت الكويت في الايام الاخيره لتوقيع اتفاقيات استراتيجيه يعني مع الصين اتفاقيات سنتحدث عنها في المحور القادم اعزائي سنذهب لفصل قصير ثم نعود لاستقبال الحديث عن فرص الحرب والسلام في الخليج ابقوا معنا اهلا بكم من جديد منذ مجيء الرئيس الامريكي دونالد ترامب حدثت امور كثيره كلها او معظمها خلق فرص للحرب في الشرق الاوسط تدهورت علاقه امريكا بالكثير من الدول وفي مقدمتها الاتحاد الاوروبي والصين وتركيا وايران وبدات الدول الصغيره والمتوسطه بدات ترسم لنفسها خريطه علاقات جديده غير العلاقات القديمه تضمن حمايه نفسها وحمايه مصالحها في ظل الغابه التي خلقها ترامب وحلفاء ترامب العرب الاثرياء ومن هذه الدول التي بحثت لنفسها عن حلفاء جدد دول عربيه مثل الكويت وقطر وربما عمان في القريب العاجل يعني كما يرجح البعض يظن الرئيس الأمريكي أنه بهذه السياسات يقوي من حضور أمريكا في العالم بهذه السياسات الفجة ويعتقد في المقابل بعض المحللين أن الذي سيحدث هو العكس من يعني على العكس من ذلك ترامب يقوض دور أمريكا في العالم كما قال الكاتب الفرنسي دومينيك مويسي, دومينيك مويسي. يقول هذا الدومينيك ان ترامب قد انفصل عن حلفائه الاوروبيين سياسيا وعاطفيا حلو عاطفيا هذه عاطفيا عبر مهاجمته للقيم الاساسيه للديمقراطيه القيم الاساسيه للديمقراطيه بيدكها الان دونالد ترامب وهذا بالضبط ما حذر منه في وقت مبكر المرشح الامريكي للرئاسه امام بوش المرشح آجور أمام بوش الإبن يعني عنده كتاب اسمه هجوم على العقل تكلمنا عنه حذر من هذه الموجة ضد العقل وضد الديمقراطية عندما قال أن عائلة بوش تقوض القيم التي قامت عليها أمريكا فما ما بالك لو شاف ترامب يعني أمريكا التي خرجت من الحرب الباردة عام 1989 خرجت منتصرة كانت انذاك رمز للعالم الراسمالي الليبرالي الحر كانت هي المرجع والرمز وهذه المواصفات بدات تتراجع الان بشكل حاد في ظل سياسه ترامب الى حد انها اصبحت يعني تعارض النموذج الغربي الليبرالي باكمله حد يعني بحسب ما وصف مويسي وهذا كما قلنا في حلقه سابقه سيجعل العالم اشبه بغابه القوي فيها يأكل الضعيف بدون قانون رادع كانت أمريكا وكان دول أوروبا لما كانت تحترم العقل العقلانية وتحترم قيم الديمقراطية كانت تحمي قدر كبير من يعني مسوية توازن في العالم اليوم بدأت بدأ التوازن في العالم يختل لأنه اللي كان حامي للحقوق والحريات بدأ الآن هو يمارس طغيان في حربه على الحقوق والحريات وهو بالفعل ما بدات تشعر به دول صغيره مثل قطر والكويت عندنا في في, في المنطقه، الكويت مثلا ادركت انها اصبحت في مرمى الاطماع الامريكيه والاطماع السعوديه وانها ستلحق بقطر عاجلا او اجلا في الحصار لان غرفه العمليات الامريكيه السعوديه الاماراتيه فيما يبدو قد قررت تقاسم ثروات هاتين الدولتين الضعيفتين الصغيرتين الغنيتين بدأوا بقطر كانت هي هدفهم الأول لولا أن العملية تعقدت وفشلت من حسن الحظ بعد أن لجأت قطر لبعض التكتيكات والتحالفات الاستراتيجية مع تركيا وإيران كانت هذه التحالفات سببا في تقارب يعني هذه التكتيكات سبب في تقارب إيران وتركيا اليوم الكويت تلحق بقطر وتذهب إلى تحالف استراتيجي مع الصين من خلال التوقيع على سبع اتفاقيات استثمارية طويلة الأجل يعني اتفاقيات أجلها يبلغ 99 سنة وكلفتها المالية تقدر ب450 مليار دولار شيء يعني مبلغ مهول يعني الصين ستستثمر جزيرتين كويتيتين وتوفر لهم الحماية الأمنية وهذا هو تربط الفرس لأن هذه الحماية التي ستوفرها الصين للجزيرتين الكويتيتين ستشمل الحماية ستشمل الكويت نفسها وبهذا تكون الكويت قد أمنت نفسها من الأطماع الأمريكية أو الأطماع السعودية في القريب يعني إذا ما نفذت هذه الاتفاقية الكويت ستصبح في حماية الصين من أي تهديد والأمر اللافت في هذه الاتفاقيات ليس موقف الكويت التي تحررت من التبعية السعودية أو غادرت مظلة الحماية الأمريكية اللي كانت فيها. اللافت هو موقف الصين نفسها التي مثل ما بيقولوا في صنعاء قوت قلبها ووافقت على اتفاقية مثل هذه. اتفاقية تجعل الصين فاعل عسكري في الجزيرة العربية اللي هي أصلاً منطقة أمريكية. منطقة المفروض أنها تحت الرعاية الأمريكية وتحت التصرف الأمريكي، الصين داخلة فيها باستثمارات وفي بعدها العسكري. وهذا امر لافت للانتباه لان المعروف عن الصين انها لا تحب التورط في مغامرات عسكريه خارج الصين فما بالك اذا كانت في مواجهه امريكا، لكن يبدو ان سياسه امريكا الجديده قد غيرت قواعد اللعب في العالم. يعني بدات تهدد الصين نفسها ولمن لا يعرف سبب هذا التوجه الكويتي تجاه الصين وأنه يمثل استراتيجية جديدة لا مجرد قرار عادي، لمن لا يعرف ذلك، تعالوا نذك... نذكر بما قاله ترامب في حق الكويت تحديدا وفي حق الخليج قبل سنوات، كيف كان يتحدث بشكل مستفز، تفضلوا شوفوا. في حقيقة الأمر لن تستمر تلك الدول لأسبوع واحد نحن نقوم بحمايتهم وعليهم الآن أن يتقدموا ويدفعوا تكلفة هذا الأمر بالنسبة لأن الولايات المتحدة وفرنسا يجب عليها تتحمل فقط هذه التكاليف الدول هناك التي تعرفونها جيدا غنية بشكل كبير عليهم أن يدفعوا ويتحملوا تكلفة هذا الأمر وأعتقد أن الرئيس وأنا توافقنا على هذا وسيقومون بدفع هذه التكلفه، سيدفعون تحدثنا عن هذا الامر وسيدفعون تكلفه هذا الامر، الولايات المتحده لن تستمر بدفع هذه التكاليف وقد وضعنا جنود الان نحن امام ملامح اوليه لحاله استقطاب دولي جديد تذكر بالاستقطاب باستقطاب الحرب البارده بين المعسكرين الراسمالي والاشتراكي، لكن من المحتمل ان لا يكون هذه المره على اساس ثنائي بل على اساس ثلاثي يعني هناك تحالف مشروع عندنا ثلاثه تحالفات الان تقريبا يعني هناك تحالف مشروع طريق الحرير تقوده الصين وتحالف اوروبا اوروبا والتحالف الامريكي وطبعا داخل شبكة التحالف الصيني هناك تحالف آخر ذو هوية إسلامية الذي يضم تركيا وإيران وقطر وباكستان والكويت وماليزيا وربما تنضم إليهم عمان لماذا نحن الآن أمام تحالف ثلاثي وليس ثنائي كما كان في الحرب الباردة لأن الصراع هذه المرة ليس على أسس أيديولوجية كما كان في الحرب الباردة مش صراع خير وشر وحق وباطل و... وعقيدة يعني الصراع الآن على أسس براغماتية نفعية اقتصادية في المقام الأول ولهذا ليس غريبا أن يواجه الغرب نفس التهديد بالانقسام لأول مرة بعد الحرب العالمية الثانية ترامب يهدد بمغادرة حلف الناتو ويهدد القيم الاوروبية. يهدد حلف الناتو اذا لم ترفع دول اوروبا حجم مساهمتها في نفقات الناتو الى 4% من من انتاجها القومي فسيضطر لمغادرة الناتو. مع انه امريكا قبل ترامب في 2014 تقريبا امريكا كانت تطمح الى ان يلتزم الاوروبيون بنسبة 2% فقط من انتاجهم القومي لدعم الناتو. وكانت معظم الدول الاوروبيه تماطل في ذلك. ال 2% تماطل فيهم. اليوم ترامب يرفع السقف الى 4% ويبتز اوروبا الى درجه غير مسبوقه، حتدفعوا ولا مش حنحميكم وحنخرج من من حلف الناتو. يبدو ان ترامب وادارته ياخذون المخاوف التي اثارها زبيغنيو برجينسكي على محمل الجد هذا المنظر الامريكي الشهير اللي كان مستشار في الاداره الامريكيه كان برجينسكي قد قال في كتابه الشهير رقعة رقعة الشطرنج الكبرى قال انه اذا لم تسارع امريكا في عمل اللازم فان القرن الواحد والعشرين سيكون صيني او اسيوي لا امريكي ويبدو ايضا ان الذي سيدفع فاتوره الصراع القادم او الحرب القادمه هي دول الخليج العربي بسبب للاسف السياسات الضاله للمملكه السعوديه والسياسات الاجراميه التي ينتهجها نظام الامارات تجاه العرب وتجاه المسلمين عموما يعني حرب شرسه تجاه كل ما هو اسلامي وكل ما هو عربي طبعا هناك من يستبعد وقوع هذه الحرب لاعتبارات عقلانيه كثيره منها ان العالم تعلم كيف يدير صراعات باقل قدر من الكلفه لكن هذا الامر غير مسلم به او غير مضمون من قال ان المنطق هو الذي يحكم العالم؟ اين المنطق فيما جرى طوال السنوات الست الماضيه او السبع الماضيه مثلا؟ اذا قلنا انه منطق المصالح والاطماع غير المعلنه اذا قالوا ذلك هذا المنطق نفسه منطق المصالح منطق الاطماع للدول هو نفسه مبرر كافي لمن يرى ان الحرب ممكنه وانها على الابواب يعني لو تاملنا فرص الحرب في الخليج العربي والمنطقه لوجدناها لو اكثر من فرص السلام على سبيل المثال هذه الجزيه الضخمه التي قدمتها السعوديه والامارات للنظام الامريكي سواء من مالها او يعني احتياطيها المالي او من سمعتها عند شعوبها والمنطقه هذه الجزيه الضخمه لا يعقل ان تكون من اجل شيء هين، ما دفعتهاش السعوديه والامارات الامريكيه على شيء شيء هين. هذه فاتوره حرب في المنطقه، حرب كبيره لتقويض نظام مثل نظام ايران. وعندما نقول انها فاتوره حمايه كنا نقول احيانا انها فاتوره حمايه، المعنى انها المعنى ان الحمايه قد تقتضي اسقاط نظام ايران. سيناريو التضييق على نظام ايران حتى يسقط باقل قدر من الخسائر هو هذا السيناريو اللي يجري الان تماما مثل ما كان يحدث مع نظام صدام حسين من قبل حصار تجويع تضييق اسقاط من الداخل ايران تدرك هذا المال وفرصها في النجاح اكثر من فرص العراق اسقاط نظام ايران سيحقق اكثر من مصلحه للامريكان وحلفاء وحلفائها العرب من هذه المنافع اسقاط قطر بالنسبه للسعوديه والامارات سيستفيدون يعتقدون ذلك، لأنه قدر ستصبح وحيدة في مواجهة الأطماع السعودية الإماراتية إذا سقطت إيران، وإذا سقطت إيران أيضاً تحرم تركيا من ورقة النظام الإيراني التي تستخدمها في خلق توازن قوة في المنطقة مع أمريكا والخليج. إذا سقطت إيران أيضاً سيحرم النظام السوري وحزب الله اللبناني وجماعة الحوثيين في صنعاء سيحرمون من الأب الروحي الذي يوفر لهم مظله ودعم. سقوط النظام الايراني ايضا سيخلق مشكلات للصين وكوريا الجنوبيه يعني هناك مجموعه كبيره من المغريات يعني لامريكا والسعوديه والامارات مغريات تجعل اسقاط النظام الايراني امرا ملحا بالنسبه لهم بالنسبه لهم. هذا النظام الذي كان بواجبه في اسقاط ثورات الربيع العربي مع دول الخليج الربيع مع مع بعض دول الربيع مع بعض دول الخليج العربي نتحدث عن نظام ايران كان بواجب في اسقاط ثورات الربيع العربي وفي دفع بعض دول الخليج الى احضان الصهيونيه الان ان الاوان لاسقاطه هو واخراجه من المعادله كما تطمح امريكا والسعوديه وبعض الدول الخليجيه أخيرا ما يحدث في المنطقة اليوم يذكر بالآية القرآنية التي تقول: "وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا". القرية هي المكان الذي يستطيع الإنسان أن يجد فيه لقمة العيش من القرى الأكل. يعني يجد فيه عمل ووظيفة ورزق، مصدر رزق. هذه القرية المترفون هم الفئة الاجتماعية التي لديها فائض في المال وليس لديها شعور بالمسؤولية تجاه المجتمع وقيم المجتمع وأهدافه الكبرى والفسق هو خروج الشيء عن تكوينه الطبيعي عن قانونه الأصلي الذي خلق به أي شيء اجتماعي أو غير اجتماعي له قانون أصلي طبيعي الفسق هو الخروج عن هذا القانون الطبيعي وهذا ما يحدث الآن في بعض الدول الخليج العربي على الأقل الخليج عباره عن كره بالمفهوم القراني تمد الناس بالرزق ولقمه العيش وقد تشكلت طبقه ثريه مترفه طوال عقود خلال عقود التدفق تدفق النفط في الخليج هذه الطبقه التي تشكلت اصابها الفساد بكل اشكاله فساد في المفاهيم فساد في القيم فساد في غيره وأصبحت هذه الطبقة اليوم أداة إهلاك وتدمير للمجتمعات الخليجية أكثر منها وللدول أداة تدمير وإهلاك أكثر منها أداة نماء وتعمير وكلمة فساد لا يقصد بها فقط المعنى الأخلاقي كما يتبادر إلى أذهان العامة الشائع في, أوس في أوساطهم الفساد هنا كلمة ذات دلالة شاملة تدخل تحتها كل معاني الانحراف عن القانون الطبيعي سواء في مجال الاخلاق العامه او في مجال السياسه والاقتصاد او في مجال الطبيعه والذي فعله نظام الامارات والذي يفعله نظام السعوديه طوال السنوات الثوره المضاده للربيع العربي في هذه السنوات الذي فعلوه فقط في هذه السنوات هو اعظم اشكال الفساد المتوقع وليس بعيدا ان يحق عليهما القول كما تقول الايه وعلى ايران معهما القول الالهي ويتعرضان لتدمير غير مسبوق في أي حرب قادمة نحن نفهم الآيات القرآنية هنا فهما موضوعيا تحليليا لا فهما سحريا كما يفهم العام عادة هناك قوانين تحكم هذا العالم من يعني من هذه القوانين من تصالح معها سلم ونجا ونمى، ومن خالفها وعارضها وأفسد فيها تعرض للتدمير تماما كما يحدث في التدمير النووي والذري؛ لأنه ما هو التدمير النووي؟ هو إخراج مكونات النواة من قانونها الطبيعي إلى قانون آخر غير طبيعي، وهذا هو معنى إفساد النواة، أو تدميرها، وهو الذي يؤدي كما قلنا إلى الإنفجار النووي. وافساد المجتمع هو الذي يؤدي الى اهلاك المجتمع على نفس طريقه اهلاك النواه او افساد النواه الى هنا تنتهي حلقه اليوم نلقاكم في الاسبوع القادم في امان الله